تفتح لأنها مسرع ابتعاد بحجة لأنها تتماشى مع تطورات العصر. شوفي فهمها سبحان الله لديننا، فهمها لدورها العظيم، كان لها دور عظيم في المدرسة، كانت تعمل عندي في المدرسة، كان لها دور عظيم، محبوبة جدا، مؤثرة جدا. هي تقول الكلام أنا ما سويت ولا شيء، أنا كل اللي أسويه إني أنا أطبق اللي في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي هدي رسولي صلى الله عليه وسلم. فكانت كزوجة ناجحة، وكانت كأم ناجحة، وكانت كموظفة ناجحة، وكانت كزميلة وصديقة ناجحة، وكانت كجارة ناجحة. فلما الأحد يسألها يقول ما شاء الله على قد عندك أطفال كثير، وإنك درستي وأكملتي دراستك وتستطيعين توفقي بين العمل والبيت، تقول لهم هذا فضل الله سبحانه وتعالى، ثم فضل القرآن العظيم، قرآن الله العظيم، والقرآن الذي أحمله في صدري، وهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولا أنا قبل ما أسلم قد أكون أفشل فاشلة على وجه الأرض. فأنا حقيقة أقول لكم فيها، هل يعقل يا أخوات الحبيبات ويا أخوات الغاليات، إنك مسلمة، إن أمك مسلمة وجدك مسلمة من أصول مسلمة التي تدخل في الإسلام، ثم تدخل في الإسلام تعرف دورها كمسلمة، تملأ هذه الدنيا جمال، تملأ هذه الدنيا نور، تملأ هذه الدنيا سعادة وحبوب. إحنا المسلمات بسبب إن إحنا سافرنا في الغربة، بسبب إن أنا موجودة في الدولة الفلانية غير مسلمة، وأنا موجودة أضع شماعة لأخطائي وقصوري وضعفي وبعدي عن كتاب الله وعن هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، عن التطبيق العملي لديننا، إني أنا موجودة في دولة غير مسلمة. لا يا أخيتي، لا يا حبيبتي، لا يا من اختارك الله سبحانه وتعالى أن تكونين في هذه البلاد الشاسعة، هنا وهنا 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 وهنا، سواء كان في أوروبا وفي أمريكا، كل واحدة مننا الله سبحانه وتعالى كتب لها، ترى وأنا معاكم هنا، نسافر هنا ونروح هنا بحكم الدعوة، بحكم كذا وبحكم كذا. فالأمر الأول، اعلمي بأن لك دور عظيم، ربنا اختارك أنك أنت مسلمة علشان تملأي هذه الدنيا جمال، علشان تملأي هذه الدنيا إنجازات عالية وإبداعات رائعة. يشار لك في البنان، مو فين ما يروحوا، لا لا لا، المسلمين كذا، المسلمين كذا، المسلمين كذا، المسلمين كذا، يقول لهم لا، مو صح هذا الكلام، أبدا ما هو صحيح. إحنا ديننا كذا، ديننا كذا، ديننا كذا، ديننا كله كيف طيب؟ إحنا ما بنشوف هذا الكلام اللي أنت بتقوليه. إذن يا أخيتي الحبيبة، متى عرفنا أدوارنا؟ متى عرفنا رسالتنا؟ متى عرفنا الدور العظيم الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى به؟ ثقي تماماً، أول من يستفيد نفسك التي بين جنبيك، أول وحدة نفسك التي بين جنبيك. ثاني شيء الأقربين، من أقرب الناس لك؟ زوجك. ما في زوج؟ أبوك، أمك، زوجك، أولادك، أول ناس ينتفعوا منك. لا تتخيل انك انت برا البيت تعلمي وتصلحي وتتكلمي كلام وتتشدقي بالكلام الطيب، وتيجي لزوجك يذوق الوان، ها الوان ايش؟ اولادك نفس الشيء. لا يا اخيتي، اذا عرفتي دورك الحقيقي ورسالتك العظيمه، اول من يسعد بهذه الرساله التي عرفتيها وقمت بادائها اقرب الناس لك. أقرب الناس لك كزوجة الزوج، ثم الأولاد، إذا ما أنت متزوجة أبوك، أمك، أخوانك، كل من حولك يسعدون بك. المرأة المسلمة سعادة لهذه الدنيا، نور لهذه الدنيا، رقي لهذه الدنيا، نعم، تميز ونجاح وفلاح أينما كانت وأينما ارتحلت. هذا ما أراد الله سبحانه وتعالى منها وما أراد الله لها. فجاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، شوفي ديننا كيف، ها؟ لكن احنا نفهم الدين عبارة عن صلوات، صلاة وحجاب وخمار، بس هذا هو الدين، وهذا حرام وهذا حلال، انتهينا. لا يا أختي، حياتنا كلها إنجاز، حياتنا كلها عمل، حياتنا كلها عطاء، حياتنا كلها نجاح، حياتنا كلها منافع للناس. وأول من ينتفع مني نفسي التي بين جنبي، وأرجع مرة ثانية أقول أقرب الناس لك إذا أنت صادقة في كامل الصدق، ولك أثر باقي ما بقيت الأرض، الله يبقي لك الأثر. أنت تشتغلي مع زوجك، مع أطفالك،
مع كل من حولك الله يبقي لك الأثر ما بقيت الأرض. أهم شيء النية الصادقة، أول شيء أبدأ بنية.